اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سيبنا حضراتكم تستريحوا شويه ورجعنا لكم مره ثانيه. هنتكلم دلوقتي يا بركات وسيد في النادي الاهلي. عمل ايه السنه دي النادي الاهلي؟ الحمد لله ربنا كرمنا بدوري ابطال افريقيا بعد غياب 7 سنوات زي ما انت قلت يا بركات في الاول. اعتقد ان دي كانت حاجه مهمه جدا جدا جدا، خصوصا ان انت وصلت النهائي مرتين ثلاثه خلال ال7 سنوات دول. هو كويس طبعا ان انت مش بعيد. استاذ يعني انت مش عارف، انت محسسني كده. انا فاكر احنا لما كنا موجودين احنا خدنا 2005 2006 و2008 7 لو تفتكر وصلنا النهائي، تعادلنا بره، جينا هنا خسرنا ماتش الحكم اللي انت خدت الانذار الثاني فيه. اما خسرنا 2007 وكانت الزعل كبير لانه كان مش متوقع، خصوصا ان انت محقق نتيجه تعادل بره ملعبك، فكانت النتيجه مش متوقعه، ولكن اشتغلت كويس على نفسك وكنت مصمم ان انت تكمل وان انت تعوضها على طول، وده اللي حصل على طول في 2008. هو ده بالظبط، هو دوت اللي حصل. الاهلي البطوله بعيده بقى لها 7 سنين زي ما انت بتقول. كان 2013. انما انت مش بعيد عن المشهد، انت برضه وصلت النهائي مرتين ورا بعض، ما توفقتش، مره قدام الوداد ومره قدام الترجي، ولكن اشتغلت برضه وفضلت قاعد مصر ان انت تجيب التسعه، وهو دوت اللي حصل. اشتغل كويس، بتحاول من خلال البطولات بتاعتك اللي بتاخدها المحليه، بطوله الدوري. احنا بنتكلم يا استاذ ناصر لو سمحت، احنا بنتكلم يا استاذ ناصر اتفضل. فمن خلال بطولات كمان، يعني يمكن السنه دي زي ما انت بتقول البطوله التاسعه افريقيا، قدرت ان انت تحقق بطوله الدوري، قدرت تحقق بطوله الكاس، ويعني انا شايف ان هي عن بطولات عن جداره، رغم ان احنا لازم نحيي نادي الزمالك على المباراه النهائيه اللي عملها قدام النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لانه النادي الزمالك بصراحه عمل ماتش محترم جدا في النهائي الافريقي، ولكن كان التوفيق من نصيب النادي الاهلي. وهو دوت دايما اللعيب الاهلي بنقول ان هو بيتمتع بيه، او لازم ان هو يتمتع بيه، ان انت بتلعب فعلا، كلمه ان انت بتلعب على اي بطوله، هو دي فعلا هو ده بتلعب صح. على اي بطوله انت بتلعبها المفروض بتلعب عليها، اما تخسر بطوله تحس ان انت عملت حاجه مش طبيعيه، او انت عملت مثلا حاجه غلط في حق ناديك او في حق جمهورك، جمهورك دايما بيبقى مستني منك احسن حاجه في الدنيا، وبالتالي انت بتشتغل على نفسك وبتقدر ان انت تحقق اللي فاتك، ودوت اللي عمله النادي الاهلي السنه دي. طب بقول لكم ايه، ما تيجي نقوم نقعد نقف مع ناصر شويه عشان ناصر ابتدى نطمن على الاكل، تشوف هناكل ايه ولا مش هناكل النهارده. اتفضل ناصر. ناصر ممكن يحدفنا معاك. خد الشاي معاك اتفضل. يعني ما فيش مشكله خالص، اتفضل حبيبي يا باشا. ده الدنيا كلها لو ممكن ناصر بيه. ايه الحلاوه دي؟ نيجي نقف معاك كده ونشوف الدنيا. يا باشا تنور يا باشا والله. ها يا حلاوه، اشتغل بنفسك. ازيك يا عم حبيبي؟ عمي والله انا سعيد جدا 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 والله يا كابتن النهارده بجد والله. بس انت شكلك اتضايقت. لا 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 خالص. لا بس حضرتك هو احنا رغيين شويه يا عم ناصر معلش. لا لا هو مش متضايق، هو مش متضايق مننا احنا، هو متضايق. هو في حد زعلك كده؟ انا شايفك وبعد كده سبت الاكل وطلعت تجري وراه هنا. لا لا انا بجيب المخاصي بتاعت حضرتك. بس انا ما طلبتش، انا طلبت ستيك وطلبت ستيك يا باشا والمكرونه سلقتها وكل حاجه، والمكرونه اللي انت بتحبها والستيك ومنبار. سيكو منبار ايه؟ وسيكو منبار. سيكو منبار جاهز والله. يعني الاكل تمام، جايب لك الميزه. انا عامل كل حاجه خفيفه. يعني عامل هو شغلي الكبده والملوخيه، وعامل الحاجات اللي هي الخفيفه، الملوخيه، شويه الكوارع، الموزه الضاني، الكوارع المسلوقه اللي انت حبيتها اول عزومه اكلتها. كنت انت حبيت الشوربه شوربة، بتحب العكاوي بشوربة بس ما بتحبهاش انت البصل. انا مركز ان انت يعني في اللي انا بحبه بس. تمام. مركز مع سيد خالص انت في اللي بيحبه. لا ده حبيبي، ده عمي الكابتن سيد، عم الناس ده. طب هو سيد بيحب ايه طيب؟ انا باخد له الناس ويروح يستقبلني. بصراحة عبد الناصر بصراحة بيستقبل الواحد. ايوه طب هو سيد بيحب ايه؟ انا عايز اعرف سيد بيحب ايه؟ انا ماليش، خلي بالك من الاكل صراحة. برضه هو بيحب العكاوي. لا هو بركات. اقول لك انا بحب من عند البرنس الملوخيه بصراحه. ملوخيه عاملها لك. ما توريني حاجه كده ملوخيه كده ولا ملوخيه الهوا دي فين؟ هعملها لك في ثانيه. طب ما يلا طيب. يعني ما احنا النهارده في ثانيه بالسمنه البلدي اهي، وببركات وبسيد. فيعني انا والله العظيم ثلاثه النهارده اسعدهم في حياتي، علشان مع قناه الاهلي، مع كابتن اسلام وكابتن محمد بركات وكابتن سيد معوض
وصراحه فرحان جدا ان في يوم احتفال زي كده يبقى موجود معاكم. ربنا يخليك. واجيب السكينه والمستحب واقطع التورتايه. فرجنا كده السكينه والملوخيه. الكبده بقى اللي هو الكابتن سيد بيحبها وكابتن بركات، الكبده البلدي اللي هو بيحبها اللي عامله له على طول اهي. اهي. وده السيكو اللي هو اللي بقول لك عليه، اللي هو الستيك اللي بقول لك عليه. احب الكبده فعلا. الستيك اسمه ايه؟ سيكو ستيك؟ سيكو ستيك اللي هو السيكو ستيك ده اهو، عباره عن ثلاث حتت. وتتبيلته بسيطه ولا ميه بصل ولا اي حاجه اهي. ليمونه. فاهمين طبعا احنا. اهو شويه ملح. ايوه. حطيت حاجه كتير ولا ميه بصل ولا كلام دوت. واخد بالك؟ ميه ملح اهو. فلفل الابيض. الله الله. شويه فلفل اسود صغيرين اهي بس كده، وعاملها كده. هي اهم حاجه اللحمه بس كده والملح الشارب ليها. اهي سيد هيشيل واحده وبركات هيشيل واحده اهي، واحد ليه. اتفضل يا نجم.